شنو هالأزمة هذه اللي كل يوم لا لازم الناس يعدلون، لازم يعرف يقلد منه فلان، هالحكي الفاضي. تعالوا نحاول نخلي بدل المراجع يصيرون معلم للوحدة، نروح نشتت المسلمين باسم المرجعية. مراجع يقبلون؟ فقهاء يقبلون بهذا الأمر؟ أبدا، فقهاءنا بريئين من هذا الأمر. خل أجيب لكم أمثلة. سيد أحمد الخنساري، آية الله العظمى، سيد أحمد الخنساري بداية الثورة عالم جليل كبير يحب الإمام الخميني، بس شوية خايف على مستقبل الثورة فما أعلن تأييده. كان يصلي في طهران صلاة جماعة، راح واحد سأل الله يقدس نفس الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، اللهم صل على محمد. قال له مولانا سيد أحمد عادل نقدر نصلي وراه في طهران؟ إمام طالعه. قال شنو هالسؤال؟ اسألني سيد أحمد معصوم لو مو معصوم، مو تسألني سيد أحمد عادل لو مو عادل. حتى ينقل لي أحد المؤمنين يقول واحد طبعا عادي بين العلماء يقول مثلا أغاي خميني أغاي خوئي أغاي متعارف، واحد قال للإمام أغاي خوئي، إمام قال أغاي خوئي شنو؟ قول آية الله خوئي، وتقول أغاي خوئي. هذول مراجعنا عظمانا كلهم نفتخر فيهم كلهم نعتز فيهم. لما يجي واحد لا 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 هذا 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 الصراعات الموجودة، هذه الصراعات لم نأخذ منها والعياذ بالله إلا العداوة والكراهية والبغضاء. شنو حصلنا من عندها؟ تعالوا أنتوا الآن، إحنا عشرات السنين الآن الأخو ما يكلم أخوه، هذا ما يكلم صاحبه، هذا ما يكلم جاره. ليش؟ لأنه من الجماعة الفلانية. شنو يعني طلع من الإسلام؟ طلع من الإسلام؟